كتر خيرك يا سنية. خلي سلسلتك معاكي. بقول لك دي مش لازماني، اتصرف بتمنها لحد ربنا ما يفرجها. انا ما اقدرش ارد لك تمنها، وبعدين انا عايزك تعرفي حاجه، مش انا اللي عايش من فلوس واحده ست. بس عليك يا سفاف، هو في فرق بيني وبينك؟ وبعدين انت مكبرها قوي كده ليه؟ دي حاجه بسيطه. سنية، افرضي قدرت تساعديني الشهر ده، هعيش منين الشهر الجاي ولا اللي بعده؟ واضح من جواب امي انها بتمر بظروف صعبه، عشان كده طلبت مني ان انا اعتمد على نفسي. ما تشغلش بالك انت، وخد بالك من دروسك، وبكره ربنا هيفرجها. حتى الخمسه جنيه اللي كانت امي بتشقى وتتبهدل علشان تبعتهم لي بقوا شيء صعب. ده انا عايش عيشه كلاب. تخيل يا سنية، لما مستقبل بني ادم يروح علشان خمسه جنيه. ربنا عايز كده يا سفاح. ربنا مش ممكن يكون عايز كده، احنا السبب. المهم انت هتتصرف ازاي دلوقتي؟ لازم الاقي حل يا سنية، لازم. فاضل سنة واحدة، لازم اعديها بأي طريقة. شوف يا رؤوف، انا معجب جدا بذوقك، عشان كده عايزك تختار لي رصيف انام عليه يكون على مكتبي. تفتكر الرصيف ده مناسب ولا حاجة برد؟ ايه رأيك في رصيف في حارة تكون معدية كده؟ اسمع، أنا عندي ليك رصيف ثلاث أوض، قصدي شقة ثلاث أوض. قصدك شقة الزمالك؟ آه. لا يا عم، أنا كرامتي ما تسمعش. يا أخي بلاش قلاطة بقى، أنت هتفضل طول عمرك عايش متشرد. أيوة بس مفيش بث ولا حاجة، هو ده الحل الوحيد. طيب واللي بيحصل في الشقة وسهراتكم هذاكر إزاي أنا؟ يا أخي حيرتني معاك، عندك حل تاني؟ أنا شخصياً شايف إن هو ده الحل الوحيد المؤقت. إذا كان حل مؤقت أنا موافق. إيه يا عم فهد؟ إيه رأيك؟ يا نهار أسود، كل دي جواز. بس اقول لك تعالى اسهر معانا تقول لا، اقول لك تعالى انام تقول لي كرامتي ما تسمحليش. بس انا شفت دول في فيلم بطنايه. بطنايه كان فيها العده دي كلها. انا مش عارف ارد لك جمالك ازاي يا سنية. خلاص يا سي فهمي، مش هشوفك تاني. هنيت عليك العشره، ده انا حاسه ان روحي بتتسحب مني. ده انت اللي باقي لي في الدنيا. معلش يا سنية، اديك شايف الظروف منطشة معايا ازاي. المهم تاخدي بالك من نفسك، وانا هبقى جشقر عليكي. نسيش تبيع شوية الكراكيب دول، تدفع الاجر لصاحب البيت، ها؟ معلم محروس كمان يبقى اديله حسابه، لو بقي حاجة. شوف وشك بخير يا سنية. خليك لطيف معاه. يوه، بس ياك هو ما يلبخش معايا. لا لا لا، احنا جايين هنا نتسلطن مش كده؟ يلا نصوح. ليه قاعد وهاتك يا مزجر؟ هو يعرف يعمل حاجه غير كده؟ مزاج جمال يا فهد. ده ايه الهنا ده؟ ساخر يا فهد. يلا وضب لنا القعده وهات لنا بقى الفحم. ليه؟ كنت خدام ابوك انا؟ الله يا اخي ما تاخدهاش بالحساسية دي، انت اصلك ما تعرفش في اصول اعداد الحشيش، الكل بيخدم بعض. اهلا يا عبدو، صرفت كام؟ 2 كيلو كباب وعيش وسلطات 12 جنيه 33 قرش، وادي بقية الحساب. خلي البيع علشانك، وبحط الحاجات دي على صفر. اي اوامر؟ اه، ما تنساش تبقى تطلع تروق بعد ما نخلص. انت تؤمر يا رؤوف بيه. الراجل ده حرامي. حرامي حرامي، سيبه يسرق زي ما هو عايز، مالكش دعوه بيه. مش بدل ما قرفنا في الطلعه والنازله؟